معظمنا بيواجه بعض المشاكل الصحية والنفسية الناتجة عن ساعات العمل الطويلة واللي بتستمر لأكثر من 8 ساعات يوميا، زي التوتر والصداع وزيادة الوزن والأرق، وده بخلاف الأخطاء الشائعة اللي معظمنا بيقع فيها كل يوم في العمل: تناول الوجبات السريعة والجاهزة في وقت الغداء، كتر شرب الشاي والقهوة واللي بيزيد مع ارتفاع معدلات التوتر في العمل، اعتبار الحلويات والبسكويت والشوكولاتات وجبات خفيفة ولكنها في الحقيقة قنابل موقوتة من السعرات الحرارية الضارة اللي بتسبب لنا العديد من الأمراض زي تسوس الأسنان وضعف المناعة والإصابة بالسكري. للعمل ألوان كتير، اخترنا منها اللون الأحمر لأنه أكثر لون مش موجود واللي بيدل على النشاط البدني والحركي في العمل. تعالوا سوا نتعرف على أكثر الأنشطة البدنية والحركية اللي ممكن نطبقها خلال يوم العمل، واللي هتاخد مننا من 20 ل 30 دقيقة يوميا، واللي هتساعدنا نكون أحسن. استخدام الدرج بدلا من المصعد، القيام ببعض تمارين الرقبة والأكتاف بعد كل ساعة نقضيها قدام الكمبيوتر، يفضل بعد تناول وجبة الغداء بساعتين النزول إلى الشارع والمشي لمسافات قريبة لمدة 10 دقائق يوميا، واللي بتساوي 1 كيلو متر يوميا. الحركة في المكان، والحقيقة الفكرة دي أثبتت نجاحها في زيادة التواصل ما بين زملاء العمل الواحد. المشي مسافة أطول للسيارة. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت، نتمنى تكون نالت أعجابكم وحققت لكم مزيد من الاستفادة ولونت حياتكم ولو شوية في العمل. وعشان تتفرجوا على فيديوهات أكتر تابعونا على قناة لون حياتك، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك. مع السلامة.